باسم موحد القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الغر المحجلين محمد صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اليوم وبعد مرور 6 سنوات على بدء الأزمة، لا وهي تقرير المصير الحقيقية في بلدنا، ما زلنا وسط دوامة من الاضطهاد والظلم وتواصل القتل والاعتقالات، بل وإنها في زيادة غير طبيعية، حيث وصلت وقاحة هذا النظام إلى أن تطال ما هو أكبر من هذا الشعب، ألا وهو الشيخ الجليل سماحة الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. رغم كل صوره السلمية التي تميز بها، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تهاون هذه الحكومة بكل فئات الشعب وطبقاته، غير مكترثة لأي فرد فيها أو احترام مكانته الدينية والاجتماعية. كذلك الهدف الحقيقي من أفعالها الواقحة بث الرعب والخوف في أمة لا تخاف إلا من الله ولا تقتدي إلا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن أبناء الحسين ومدرسته العظيمة المخلدة التي علمنا فقط كلمة واحدة، ألا وهي هيهات منا الذلة ولن نركع إلا لله، فاسعوا سعيكم وكيدوا كيدكم فتعجزون ولن نعجز ولن تبلغوا ما تأملون منا، ما دمنا على الحق فلا نبالي. فأوصيكم يا أبناء الشعب الكريم أن تواصلوا في حراثكم السلمي من أجل العلماء والسجناء والشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس لرفعة هذه الدماء الخالدة، والاستمرار في مواصلة السلمية مهما طال الزمن. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.